جديد في محطتنا الأخيرة خميس. بنتحدث اليوم عن عمليات المناظير، ويعني لوين تطور هذا الموضوع، لوين تقدم هذا الموضوع. طبعا كل هاي المواضيع بنناقشها مع دكتور حسام النادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا دكتور. لما بنحكي عن عملية المناظير، يعني إلى أي حد شهد هذا الجانب تقدم في فلسطين في الفترة الأخيرة؟ يعني الصراحة موضوع المناظير هو جزء صغير من موضوع أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز الهضمي والكبد. في السنوات الأخيرة أو من فترة طويلة ما كانش في عنا هذا التخصص، تخصص المناظير وطب الجهاز الهضمي كان مفقود عنا في البلد. مؤخرا يمكن الإشي اللي بنحب نلقي الضوء عليه أنه صار في نقلة في هذا الموضوع عنا هون في البلد، خصوصا بعد ما يعني قمنا بتأسيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مجمع فلسطين الطبي. أدخلنا موضوع المناظير وطب الجهاز الهضمي على البلد. زي ما حكيت لك، تخصص هذا مفقود، فقسم هذا كان هو قسم الأول من نوعه في البلد اللي بعالج هذا الموضوع. حاليا موضوع طب الجهاز الهضمي والمناظير اتطور كثير في كل العالم. حاليا الخدمة هاي احنا لما دخلناها بافتتاح قسم الجهاز الهضمي حلينا عدة مشاكل معينة للمواطنين، للجمهور اللي كانوا يضطروا سابقا انهم في حاجة، انهم اذا كانوا في حاجة انهم يعملوا عملية منظار او يتعالجوا من قبل طبيب جهاز هضمي كان لازم يتوجهوا لخارج البلاد حتى يتلقوا هاي الخدمة. حاليا احنا وطنا هاي الخدمة من الضغط على التحويلات بالتالي والميزانية طبعا، يعني من هذا التوجه الفلسطيني في هذا المشاكل اللي انحلت انه احنا خففنا التحويلات بهذا الموضوع. فبالتالي طب المناظير هو طب او موضوع جهاز الهضمي موضوع كبير، المناظير هي جزء منه. المناظير تستخدم في تشخيص عدة امراض وفي علاج عدة امراض. زي ما حكيت لك، بعد ما افتتحنا القسم في مجمع فلسطين الطبي هاي الخدمة أصبحت متوفرة للجمهور. أمراض الجهاز الهضمي شائعة عندنا في البلد كتير. حاليا احنا بنستقبل أعداد كبيرة من المرضى، المرضى اللي بحاجة لأنهم يستفيدوا من عملية المنظار أصبحنا بنعمل هاي العمليات عندنا في المستشفى. حاليا وزارة الصحة تعاونت معنا. القسم بيخدم العملية دكتور يعني كل المحافظات؟ لأنه القسم الأول من نوعه زي ما حكينا في البلد. بالتالي في ضغط شوية ممكن؟ في ضغط، لكن احنا معنيين في هذا الضغط. احنا حاليا وزعنا تعميمات على كل مستشفيات الضفة انه احنا مستعدين نستقبل كل الحالات، وحاليا صاروا يبعثوا لنا الحالات من كل المحافظات. كل مريض بحاجه لمنظار، بما انه الخدمه هي مش متوفره في المحافظات الثانيه والمدن الثانيه والمستشفيات الثانيه، فصاروا يحولوها لعنا. احنا بنستقبل هدول المرضى. في عنا عياده لامراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بنتم فحص المريض فيها وبنقرر اذا هو بحاجه لمنظار بنحوله عنا لقسم المناظير وبنعمل له هذه العمليه او هذا الإجراء الطبي. في هذا الموضوع تحديدا، يعني زمان كنا نعرف أنه المنظار هو عمليا فحص، ولكن يعني في الوقت الحالي حتى عملية كاملة بتم بالمنظار بدون جراحة بدون أي شيء. شوي نحكي عن كيف تطور المنظار، وعندنا يعني باللي بمجمع فلسطين الطبي شو العمليات اللي ممكن أن تجرى بالمنظار؟ صحيح، زي ما حكيتي هو بالأول المنظار في بدايته كان هو عبارة عن إجراء تشخيصي. صحيح. يعني الهدف منه نحن نفحص شو سبب أوجاع البطن، شو سبب الأمراض المشكوك فيها في الكولون، في الجهاز الهضمي، في المعدة. لكن حاليا مع تطور الطب أصبح المنظار بيلعب دور كمان علاجي، يعني أنه إحنا عن طريق المنظار بنستطيع أنه نعالج أمراض معينة. من هاي الأشياء اللي إحنا نسويها والأهم الأشياء أنه موضوع الأورام، إحنا عن طريق المنظار حاليا نستطيع أن نشخص وجود ورم في القناة الهضمية، يعني في الجهاز الهضمي، يعني في الأمعاء، في الكولون، في المعدة. وعن طريق المنظار إذا هذا الورم كان في بدايته بنقدر نستأصله. هذا الحكي ما كانش موجود عندنا طبعا. كان المريض إما يضطر أنه يعمل عملية جراحية، شق بطن كامل على إيدين جراح حتى يشيلوا هذا الورم الصغير، أو كان يضطر ينبعث يتحول لخارج البلد حتى يسوي العملية عن طريق المنظار. حاليا في مجمع فلسطين الطبي هي واحدة من الخدمات اللي دخلها هذا القسم، أنه احنا صرنا نعمل اولا المناظير للكشف المبكر، انه حتى الاشخاص اللي عندنا شك او عندهم تاريخ عائلي انه في عندهم اورام، انه احنا بنقدر نعملهم منظار ونشخص هذا الورم في بدايته وكمان نزيله عن طريق المنظار. مش بس انه احنا نشوفه ونشخصه، كمان اذا كان في بدايته احنا بنقدر نشيله بدون الحاجه لعمليات جراحيه. حاليا انا بعمل هاي الاشياء في مجمع فلسطين الطبي. في كثير من المرضى استفادوا من هذا الموضوع، وفرنا عليهم عمليات جراحيه
وكمان شخصنا حالات في مراحل أورام مبكرة، في مراحل في مراحل مبكرة مبكرة، وبالتالي هذا سهل العلاج بالهد. المرض ووفر عنه حالات كبير شفاء. على المريض. نعم، متوسط يعني الأعداد العملية تجرى لها عمليات مناظير يوميا، بما أنه هذا القسم الوحيد في فلسطين؟ احنا حاليا يعني عدد المرضى اللي بنشوفهم تقريبا خلال الشهر ما بين العيادة، عيادة أمراض الجهاز الهضمي، وما بين قسم التنظير، وبالإضافة للمرضى اللي بتحولوا من المستشفيات الثانية وبتم إدخالهم لمجمع فلسطين الطبي وبنشوفهم كمان، بتراوح بين حوالي 200 ل 300 شخص شهريا. شهريا. أوكي، هلا عدد عمليات التنظير بازدياد حاليا، احنا يعني العدد هو بيزيد كل أسبوع تقريبا. الهدف من الحكي عن هذا الموضوع اليوم كمان انه احنا نعطي إضاءة انه في موجود هاي الخدمة عندنا في مجمع فلسطين الطبي حتى كمان يزيد هذا العدد. احنا معنيين انه نشوف كل المرضى، معنيين نحل موضوع التحويلات هذا، نقربه للصفر، فبالتالي الاعداد قاعده بتزيد بشكل افتراضي يعني يوم بعد يوم. دكتور، في اي اثار جانبيه لعمليه المناظير؟ العمليه نفسها في لها اي اثار جانبيه؟ الاثار العمليه التنظير هي قليله جدا بالنسبه للعمليات الجراحيه، هذه كمان واحده من الاشياء الايجابيه انه احنا بنوفر على المريض جراحه وبنوفر عليه مضاعفات مثل النزيف وهي الامور كلها، لكن زي اي اجراء ثاني بنسميه احنا انفازيف يعني بنعمله داخل جسم المريض، في هناك دائما بضل احتمال انه يكون في مضاعفات، لكن هاي المضاعفات اقل كثير من العمليات الجراحيه الكبيره اللي بتم فيها شق البطن وتعريض المريض للبنج لفترات طويله، اللي كمان هو نفسه ممكن يسوي مضاعفات، فالمضاعفات هنا مضاعفات قليله وعاده نادره، يعني احنا الحمد لله ما صارش ولا اي مضاعفات من حد ما عملنا القسم هذا من حوالي تقريبا سنه، حد مجمع الاجهزه لحد الان ما فيش اي مضاعفات، مضاعفات صفر، وهذا شيء كثير منيح، دائما في الطب في مضاعفات، يعني لو واحد اخذ اي ابره صغيره ممكن يسبب ممكن. مضاعفات، هذا الشيء وارد، لكن بالمقارنه للعمليات الجراحيه الكبيره مضاعفات هي كثير قليله. وهون بنحكي عن مختلف الأعمار، ممكن كبار صحيح في السن، احنا صغار، يعني صحيح كيف ممكن؟ احنا حاليا يعني بنتعامل اكثر مع الادلت بوبيليشن، مع الناس الكبار فوق كبار. 16 سنه، زي ما حكيت لك تخصصه مفقود يعني حتى للكبار ما كانش في دكتور يعني. أوكي، حاليا يعني عدد الناس المتخصصين في هذا المجال هو اقل من عدد اصابع اليد الواحده هون في البلد. اوكي، فبالتالي احنا حاليا دخلنا الخدمه للكبار، الاطفال بدهم اجهزه خاصه فيهم للتنظير، يعني جهاز التنظير للكبار ما بيناسب الطفل. اوكي، كمان في هناك علم الجهاز مش خاص، موجود عندنا ولا موجود؟ لا مش موجود مش موجود. للاطفال، عندنا موجود للكبار. بالتالي بنروح للجراح احنا يعني احنا حاليا نبني في هذا القسم اللي هو الاول من نوعه، والهدف على المدى البعيد انه نطوره، انه نضيف كمان يصير في اخصائي للجهاز الهضمي للاطفال، في تخصص للاطفال بحد ذاته غير عن تخصص الكبار، وكمان في اجهزه مستقله للاطفال كمان، فكمان هذا من واحده من الاهداف على المدى البعيد لهذا القسم، انه نوفر كمان الخدمه للاطفال. كمان بالنسبه للاطفال، لكن ناحيه ثانيه بالنسبه للاطفال مش بس المناظير، الاطفال ممكن يصير عندهم مشاكل في الكبد، مشاكل في الجهاز الهضمي، في المعده، احنا بنستقبلهم بنشوفهم بنعالجهم بدون موضوع المنظار، لكن اذا احتاجوا لمنظار ساعتها احنا حنضطر انه احنا نوسع هذا القسم حتى يصير في خدمه المنظار للاطفال، الاجهزه هاي الجديده اللي هي ان شاء الله بتعاون مع وزاره الصحه ان شاء الله حنقدر نوفرها في اقرب وقت ان شاء الله. يعني وجود هذا القسم قديش بخفف على المواطن؟ يعني طلع هذا القسم زي ما حكينا حل عدة مشاكل. أول إشي بخفف على المواطن اللي ما كانش يلاقي هاي الخدمة، كانت هاي الخدمة مفقودة ويضطر يسافر للدول المجاورة أو يدخل على مستشفيات الداخل مع كل المعاناة اللي بترافق هذا الإشي من تصاريح وسفاره ومتكاليف سفر وعلاج، ويمكن تكون هذا الإشي كمان مش شرط إنه يكون دائما على التحويلات، يمكن كان على حساب المواطن كان يكلفه مبالغ طائلة، فهنا المريض صار يلاقي الخدمة موجودة في مستشفى زي مجمع فلسطين الطبي اللي هو موجود في وسط الضفة، اللي هو يعني ممكن الوصول له بسهولة بدون ما يتكلف تكاليف سفر وعناء وهي الأمور كلها. الشغلة الثانية إنه القسم هذا فريد من نوعه لأنه موجود في مستشفى حكومي مش في مستشفى خاص، يعني بقدم الخدمة للناس المستفيدين من تأمين الصحي الفلسطيني، يعني تقريبا بمجاني او بمبالغ رمزيه قريبه شيء للصفر. بسيط. اوكي، يعني حتى المرضى اللي ما عندهم مش تامين صحي اذا بتوجهوا عندنا القسم بيقدروا يتلقوا هاي الخدمه كمان بمبالغ رمزيه، فهذا إشي كثير يعني وفر على المواطن اعباء ماليه كبيره. كمان انه الإشي الفريد الثاني اللي بخلي هذا او الاضافي اللي بخلي هذا القسم فريد من نوعه انه متوفره خدمه متكامله، يعني امراض الكبد، الجهاز الهضمي والمناظير في قسم واحد، يعني زي اي مستشفى في اي محل متطور في العالم، يعني عاده
كان في عندنا مثلا بعض العيادات في البلد بتسوي مناظير بس، بعض العيادات الخاصه، لكن ما كانش توفر خدمه الكبد والجهاز الهضمي والمتابعه. هلا كله موجود في قسم واحد في مستشفى وطني بيقدم خدمه على التامين الصحي، وهذا الشيء بيعمل فرق كبير للجمهور. يعني دكتور، من زاويه طبيه ومن ناحيه طبيه، متى لا ينصح باجراء عمليه المنظار؟ يعني زي مثل اي عمليه طبيه او اجراء طبي او عمليه جراحيه، في لها اسباب وفي لها موانع. في عده موانع، منها انه الاشخاص اللي عندهم ممكن يكون احتمال للنزيف عالي، هدول الاشخاص بنحاول انه اما ما نعملش المنظار الا اذا كان في سبب يعني كبير او سبب واضح او سبب انقاذ حياه، او انه ممكن حتى احنا ما انه نمتنع نعمل المنظار، نعمل المنظار لكن بعد ما نتم تحضيرهم بشكل منيح، انه اذا في عندهم اسباب للنزيف انه نعالجها. الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه اللي ممكن تاثر على مجرى العمليه، يعني زي مثلا مشاكل القلب، مشاكل الجهاز التنفسي، الازمه، هذول الاشخاص كمان احنا عندهم يعني موانع نسبيه بنسميها، مش موانع مطلق. يعني احنا في النهايه اذا بدنا نسويه بنسويه، لكن بعد ما نحضره بنايمه في المستشفى، بنعطيه بادويه، بنعالج القلب، بنحضره بشكل منيح، نستشير طبيب التخدير، وفي الاخر بنسويها. يعني ما فيش موانع مطلقه لهي العمليات، وهذا من الاشياء اللي بتخليها افضل من العمليات الجراحيه. يعني مرات بيكون شخص مش ملايم انه نشيل له هاي الكتله عن طريق الجراحه ونعمل عمليه كبيره ونعطيه بنج لثلاث ساعات، ساعتها بيجيبوه عنا احنا بنعمله اياها ببنج بسيط وبوقت اقل وبدون ما نعمل اي جرح في الجسم. هذا كمان شيء ممتاز. كمان في بعض المرضى يعني عمليا بيحبوا حرق المراحل، انه يروحوا للمنظار مباشره، هل ينصح بذلك ولا انه لازم يفوت في كل المراحل؟ يعني هذه كمان موضوع مهم. يعني بعض الاشخاص ما بيعرفوش شو هو اصلا المنظار، بالنسبه له هو شغله بسيطه يعني، لكن المنظار هو اجراء زي ما حكينا داخلي، داخل جسم الانسان، احنا بندخل جوا الجسم، جوا البطن، جوا المعده، بنعطي بنج، المريض بيضطر انه يكون منفصل عن الوعي لفتره يعني معينه، فبالتالي ما بينفع نجيب مريض مثلا احنا من الشارع ونقول له تعال نسوي لك منظار. هلا لازم يكون في تحضير مسبق، لازم يشوف الطبيب، نعرف السؤال من المنظار شو احنا بندور، شو السبب نسوي منظار، هل في مضاعفات، هل في موانع زي اللي حكيت عنها قبل شوي نسبيه للمنظار، هل هذا الشخص بحاجه لمنظار تشخيصي ولا منظار علاجي. يعني احنا مرات ممكن قبل ما نعمل المنظار نكون عارفين انه هذا الشخص في احتمال عنده يكون في عنده ورم لانه في عنده تاريخ عائلي، فبالتالي المنظار التشخيصي بده تحضير يختلف عن المنظار العلاجي. فساعات احنا بنحكي للمريض انه في احتمال انه احنا نزيل لك ورم، في احتمال انه يصير في نزيف معين، اذا انت بتاخذ ممي اعدام او اسبرين لازم توقفه قبل اسبوع، يعني في عده تحضيرات. فبالتالي زي ما حكيت انه المنظار بده لقاء مع الطبيب على الاقل قبل موعد المنظار حتى يتم تحديد شو الهدف من المنظار وهل في احتمال للمضاعفات، ونشرح للمريض كمان، المريض لازم يكون عارف شو احنا بدنا نسوي بشكل واضح. شكرا لك دكتور حسام النادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي. يسعد صباحك. شكرا جزيلا دكتور، يسعد صباحك.